بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اليوم في مادة الفيزياء رايحين نديروا حل التمرين رقم 3 صفحة رقم 96، مادة الفيزياء سنة أولى متوسط. نقرأ التمرين. عند محاولة إطفاء جهاز كهربائي، قام أحد التلاميذ بجذبه بقوة فتقطع الخيطان الداخليان وحدث اتصال بينهما. هل أعطالك لهنا ثلاث احتمالات؟ قال لك باش يطفيه جهاز كهربائي، باش يطفيه، قال لك قام أحد التلاميذ بجذبه، يعني جبده بقوة، فتقطع الخيطان الداخليان، الخيوط اللي جايين للداخل تقطعوا. كي تقطعوا هذوك الخيوط اتصلوا بعضهم، يعني قاسوا بعضهم. هنا عطالك ثلاث احتمالات. هل الجهاز ما زال يعمل؟ اثنين، هل الأسلاك ما زالت معزولة؟ وثلاثة أو جيم، هل أتلف الجهاز؟ رايحين نشوفوا الإجابة مع بعضنا. الإجابة هي أنه عند تلامس سلكين في منطقة غير مغلفة فإنه يتلف الجهاز. لماذا؟ أو الشرح، لأنه هنا استقصار، يعني هذه الإجابة بكل بساطة. هذا هو حل تمرين رقم 3 صفحة رقم 96. نقول اللهم اشرح صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، والحمد لله رب العالمين.